مكملين معكم صباحنا متابعينا، وهلا ما بدنا ننسى اكيد طلاب الشهادتين الثانويه والاعداديه، كثير عم يعانوا هلا بهي الفتره وعم يتعرضوا لضغوطات دراسيه، وعم نسمع كثير بالاونه الاخيره انه عم يخافوا كثير من الاسئله، وعم يصير عندهم رهاب وخوف وقلق وتوتر فظيع فتره الامتحان، وفي حالات وصلت معها للاغماء، ويمكن حتى كمان سمعنا عن حالات وفيات نتيجه هذا الخوف الشديد. رح نحكي اليوم بفقرتنا عن أهم طرق الدعم النفسي وكيف لازم نهتم ونراعي نفسية هدول الطلاب ونخفف عنهم قلق الامتحانات والتوتر. معنا اليوم المدربة ولاء لحلاح، مدربة دولية بالتنمية البشرية. يسعد صباحك. يسعد صباحك، صباح جميع المتابعين. اهلا وسهلا فيك ست ولاء. يعني بيقولوا التوتر الكثير مثل الرياح الزايده كمان، يعني اثنيناتهم عم نشوفهم عند طلابنا، حدا كثير مستهتر وحدا كثير عنده حاله من التوتر عم تسبب له امراض وحالات خطيره بجسده. خلينا نحكي عن الحالتين وعن الفرق بين الحالتين وعن نحن كيف فينا نخلي هالطالب ريلاكس، يعني لا مطنش على الاخير ولا متوتر على الاخير. هلا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه هذا الخوف او هذا القلق او هذا التوتر عند ابنائنا الطلاب هو امر طبيعي. ان دل على شيء فهو بدل على احساس هذا الطالب بمسؤوليته اتجاه الدراسه، بمسؤوليته اتجاه النجاح، انه انا لازم ركز، لازم اتعب لحتى الاقي نتيجه هذا التعب. فبالنسبه للحالتين اللي ذكرتيهم، في عندنا اشخاص بطبيعه جسمهم، بطبيعه الفيزيولوجيا للجسم، عندهم خوف، عندهم توتر، عندهم قلق زايد. بالمقابل في اشخاص ثانيين بتحسي عندهم لا مبالاه، عندهم طناش كثير، يعني بتلاقي الشخص بكره فحصه وهو اخر همه الدراسه، يعني ممكن يراجع ساعه ساعتين وممكن ما يقرب ابدا على الكتاب مثل ما بنقول بالعاميه. فهون بتختلف حده التوتر او شده هي الفوبيا من الامتحان حسب الظروف النفسيه والظروف العائليه وكمان الظروف الاجتماعيه للطالب نفسه. كمان العوامل العائليه هي اكبر دور بتاثر على هذا الطالب. فلما بيكون في تحفيز من الاهل، لما بيكون في تشجيع من الاهل، اجتهاد دراسه، تحفيز على انه يشد همته لينجح، غير لما يكون الاهل ما عندهم احساس بالمسؤوليه تجاه هذا الطالب اذا درس وركز ونجح او لا. ممكن بعض العوامل مثل ما خبرتك العائليه تلعب دور، كمان العوامل النفسيه. فرق كثير كبير بين طالب عايش بعائله بيئتها ايجابيه، بيئتها مناسبه، بيئتها بعيده عن المشاكل، بعيده عن الخلافات، بالمقابل طالب ثاني كل يوم عندهم مشاكل، كل يوم عندهم خلافات، والاهل ممكن يكونوا عم يتخانقوا قدام هذا الطالب، لانه هي الامور كلها رح تنعكس سلبا على صحه هذا الطالب النفسيه، رح تسبب له اضطرابات نفسيه، ومع المدى البعيد رح تسبب له بعض الامراض النفسيه او حتى الاذى النفسي والاذى العقلي. فنحن لا بدنا نكون كثير متوترين وبحاله فوبيا وبحاله اضطراب شديد من الفحص، ولا بدنا نكون اشخاص غير مبالين. فهو طريق النجاح خطوه خطوه. فرضا انا ابني اليوم عنده تاسع او بكالوريا، فانا من اول السنه بدي بلش معه بالخطوه خطوه، درس درس، بشوف مثلا شو الماده اللي هو بحبها، بحاول ركز عليها، بحاول نمي له هي الميول اللي عنده، بحاول ركز على نقاط القوه بشخصيته، شو الماده اللي بيكرهها، بدي لاقي حلول مناسبه، بدائل مناسبة لحتى هذا الطالب يتقبل هي المادة. ممكن يكون هو ميوله علمية فهو ما عم يحب المواد الأدبية، ممكن بالعكس. فأنا بدي أقترح دعم سلوكي ببعض الإجراءات، ببعض الخطوات، ممكن أقول له تعال بدرس أنا وياك، ممكن أحط له أستاذ خصوصي، أو ممكن سجله بمعهد بحيث يكتسب المعلومات المفيدة اللي بتساعده ضمن دراسته. أوكي، طيب ممكن التطمين، حتى التطمين الزايد خلينا نقول من قبل الأهل، خصوصا الأهل لأنه كتير بيضجوا أوقات على أولادهم، إذا ما جبت العلامة التامة أنا رح أزعل منك، إذا ما نجحت ما رح ترفع لنا راسنا، إذا إذا إذا. فهون ممكن هذا الشيء يزيد عن جد من القلق، إذا حتى الطالب شاطر بده يخاف إذا بتنقص له علامة. ممكن التطمين عن جد الزايد والأريحية والثقة التامة، مثلا أنا عندي أختي قلت لها أنا عندي ثقة فيكي وأنت ذكية وأنت شاطرة وبكرة ما رح تخافي، وهي مجرد هواجس ممكن تراودك قبل الامتحان، فهالشيء كثير ساعد. أنا لاحظت ثاني يوم ممكن أخذت دفع معنوي. هذا التطمين قد إيه مهم، ممكن إنه يلعب دور كثير مهم إنه تطمين الطالب، برودة أعصابه وقت الامتحان، التخفيف عنه.
أكيد. هلأ هذا نحن بنسميه الدعم النفسي المعنوي، يعني هو متوثني بالكلام الإيجابي، ببعض الإرشادات، بعض النصائح يلي بتخفف من حدة القلق، بتخفف من حدة التوتر عند هذا الطالب. كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار الدعم العاطفي يلي هو من أحد أهم أنواع الدعم النفسي. ففرضاً مثل ما تفضلتي حضرتك، الأخت ممكن هي تكون الداعم النفسي لأختها، ممكن الأم تكون الداعم النفسي لابن الطالب، كمان ممكن الأب، ممكن الصديق، ممكن المعلم، ممكن حدا من الأقارب. فهذا الاطمئنان بينكسر حاجز هذا الخوف من الفحص عند أول مادة بيقدمها الطالب. يعني كلنا سمعنا أو قلنا حدا عنده تاسع أو عنده بكالوريا بيقولك أول مادة كانت أصعب مادة مع أنه كتير دارسها وكتير تعبان عليها، بس هذا حاجز الخوف اللي عند الطالب يبلش بالتدريج يختفي عند أول مادة. فنحن نوجه نصيحة لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، إن كان ابنك ولا أختك ولا أخوكي، تحاولي تعطيه مساحة إيجابية، تحاولي تطمنيه نفسياً شوي، لأنه هو بالأساس عنده قلق، عنده خوف، عنده توتر أياً كان يعني الفحص اللي بده يقدمه. فهي الكلمات الإيجابية، هي النصائح رح تخفف من حدة الضغط النفسي اللي عم يعيشه. للأسف يعني عم نسمع كتير بحالات إغماء، بحالات ممكن تؤدي لمرض جسدي، لمرض عضوي. صحيح. هي سببها هذا التوتر، هذا الخوف. فنحن لحتى نوصل لمرحلة الامتحان وكاسرين حاجز الخوف، كاسرين هي الفوبيا، بنكون متابعين من أول السنة. وكمان ننصح الأهل أنه ما يحسسوا الطالب أنه أنت ما عندك وقت كافي، أنت ما عاد تلحق تدرس. لا، بدنا نحاول قد ما فينا نتحلى بالصبر، نأخذ الأمور بنظرة إيجابية ونخفف من حدة التوتر عن هذا الطالب. حتى لو ما مشي حالك هاي السنة، خلاص بيمشي حالك السنة اللي جاية اللي بعدها. ممكن أنه ونبعد عن المقارنة. يعني في أمهات للأسف أنه بتقلك والله أخوك الكبير دكتور، مو بالضرورة هو يطلع دكتور. يعني فرضا ابني ما حل منيح بأول مادة، ما في عنا أدب العربي، أدب الإنجليزي، أدب الفرنسي، مجرد يجيب علامة عالية بهدول ممكن يعني يدرس هذا الاختصاص. كمان في عنا التكميلي، كمان لا سمح الله ولا قدر إذا رسب بكل السنة بيقدر يعيدها السنة الجاية. فهي تبسيط الأمور، ما خلصت الدنيا، ما خلصت الحياة، ما وقفت عند هي العرقلة. ابني ما حل اليوم بأول مادة تمام، ما بدي خليها تكون عائق بوجه باقي المواد. ضل احكي فيها بالبيت انه هي ما قدمت منيح، بكره بترسب، بكره بتشمت العالم فينا. يعني هذا الكلام السلبي رح ياثر على الضغوطات النفسيه عند هذا الطالب، بالتالي رح يشتت تركيزه وانتباهه للماده اللي بعدها وكمان لباقي المواد. لا، نحن نحاول قد ما فينا نبسط الامور على هدول الطلاب ونخليهم يتحلوا بالصبر، يتحلوا بالتفاؤل. ما حل بهي الماده، خلص خلصت راحت، نفكر باللي بعدها، ننتقل للي بعدها. تمام. خلينا نحكي بنقطة السوشيال ميديا والموبايل بإيد الطلاب، توقعات الأسئلة اللي بيقولوا تسريبات أو ما بعرف شو، وش الصباح بتجي بيقعدوا بيركزوا عليها بس. كمان هي النقطة قديش غلط وقديش عم تدمر كل المعلومات اللي براسنا. خلينا نحكي كمان عن إنه الأقاويل وهي رح تجي، هي ما حتجي. كمان في عوامل كتير بتلعب دور، إن كان من قبل الأساتذة، إن كان من قبل الأهل، إن كان من قبل السوشيال ميديا. يعني روقوا على طلابنا يا جماعة. يعني شو تسريبات الأسئلة؟ يعني بحياتها ما صارت إنه ولو لهلأ بدنا نضل عم نفكر بالموضوع؟ أكيد. هلأ أهم أنواع الدعم النفسي، في عنا الدعم النفسي بتقديم المعلومات. يعني للأسف الإشاعات أو التوقعات أو تسريبات الأسئلة هي كلها ما لها صحة وما لها أساس من الوجود. فالطالب اللي ما كان دارس وتعبان على دراسته ومجتهد كل السنة، بهالساعتين ثلاثة ما رح ينجز، ما رح ينجح والله من هدول التوقعات أو من هدول التسريبات للأسئلة. فنحاول قد ما فينا نكون بعيدين عن الإشاعات، ما ناخذ هالإشاعات بعين الاعتبار. لا، أنت كطالب المفروض تركز بالمادة اللي عندك إياها، تركز بدراستك، تنظم وقتك، كمان تخصص وقت للراحة. يعني أنا بنصح كل الطلاب اللي عم يحضرونا ياخذوا وقت استراحة كافي. يعني فرضا طبعا حسب وقت الطالب وحسب تركيز الطالب قديش هو لسه في عنده لازم مواد يحفظهم. ففينا نحن ناخذ من كل ساعتين دراسة ربع ساعة استراحة. هي الربع ساعة الاستراحة كفيلة بأنه تخزن المعلومات بالذاكرة القصيرة المدى والذاكرة البعيدة المدى.
هاي فترة الاستراحة الربع ساعة رح تعطيه بريك للعقل لياخد مساحة جديدة وليبلش من أول وجديد بالتركيز والدراسة بعد الساعتين الثانيات. طيب هلأ ما بدنا كمان ننسى دور المراقبين والمعلمين وقت بيكونوا بالقاعة إنه ما يزيدوا هذا التوتر والنظرات الحادة، ما في كمان إلى داعي كتير لأنه الطالب ما نو متحمل. خلينا هيك نصائح أخيرة للطالب وقت الامتحان، يعني ممكن هو يفكر حاله ما نو متوتر ورايح بكل ثقة الامتحان وأعصابه باردة، بس ممكن بس يشوف الأسئلة أو أي شيء ممكن يوتره بالقاعة، ممكن مراقب يوتره، هو طالب ما بده يعمل شيء، شو لازم يعمل هون؟ هيك نصائح مهمة. تمام. هلا بالنسبه للتوتر مثل ما ذكرنا فهو موجود عند الطلاب، بس بتختلف من طالب لطالب ثاني. فينا نحن بالبيت قبل ما يروح الطالب على الامتحان نعمل له اجواء امتحانيه، يعني هي احدى التمرين العقلي يعني. الباطن تماما انه انت اعتبر حالك بالفحص، هي الاسئله بقعد بدرس انا وابني، هي الاسئله اقعد حلها وانا ممكن اتفتل حواليه كمراقب او كمراقبه. فهون العقل الباطن خزن هذا المشهد، خزن هي الصورة انه انا بفحص، انا في رفقاتي وانا في مراقبين. هلا في بعض المراقبين بيكونوا مريحين جدا، بتكون نظراتهم مريحة وبتكون ابتسامة على وشهم، بيهونوا ببعض الكلمات على ال. وفي بالمقابل كمان مراقبين بالعكس، يعني بتلاقيه متخانق هو ومرته جاي على الفحص فبده يحط حطاطه من حطاط الطالب. نظراتك ابدا ما انا مريحة، يعني ما تعمل ما تتحرك ما تساوي ما تطلع عينك بورقتك. فهون دور الطالب انه ما يتاثر بهي الاجواء السلبيه، في حال وجدت هي الاجواء السلبيه او ان وجد مثلا طالب كثير توتر من الفحص قاعد يبكي مثلا، او طالب ممكن يصير حاله فوبيا اكثر يعيط يقول ما عم اعرف حل، فهو بده يحاول قد ما في ضل مركز ضمن ورقته، يضل مركز ضمن المعلومات، يقرا السؤال مره ومرتين، ما يتسرع، ما يقول انا ما عندي وقت كافي لحل هي الاسئله. وبإذن الله الطالب الدارس والمتواثق من معلوماته ما رح تأثر عليه هاي الأجواء السلبية. تمام. لكن بالختام بدنا نتشكرك كثير على المعلومات اللي قدمتيها، وبدنا نتمنى هيك طلابنا بالشهادتين التاسع والبكالوريا يقدموا كثير منيح ويخففوا توتر، ويلا هانت ما بقى غير فتره قليله، عدت كوسايه مثل ما بيقولوا. ان شاء الله كل التوفيق يا رب لكل الطلاب، وان شاء الله موفقين يا رب. اكيد بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم وعلى كل المعلومات والنصائح يلي قدمتي لنا اياها الاستاذه ولاء لحلح. الله يسلمك. اهلا وسهلا فيك.